انفجر بينفجر بينفجر والله انفجر اقسم بالله. احنا زلاف. كلمة عربية؟ اماراتية. اليوم طلعة جديدة. يا مرحبا وسهلا فيكم حبايبنا، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من حكاوي طبخة. وعشان كل طبخة لها حكاية نفس ما أنتم عارفين، فاليوم عندنا طبخة جديدة وحكاية جديدة وضيف جديد، وأكيد ضيفنا اليوم مختلف ومميز. خلونا نتعرف عليه في هذا الفيديو. مع بعض 10 قواعد اتبعتهم بحياتي، وبتلكم بفيديو جديد اللي هو على الفيجن بورد. رحب بميسو. يا مرحبا، نورتيني. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ الحمد لله. سؤالي المتواضع لكل اللي يزور مطبخي، شو رايك في مطبخي؟ بجنن اكيد، بدون مجاملات. لا والله كثير حلو، مثل ما بيقولوا بالسوري اني بدي اخذك. تحصل مطبخ جاهز تماما، تحصل شاب كيوت تماما، كل شيء جاهز. ما جميعه. هل طبخك اوكي انت؟ يعني بيقولوا طبخي طيب، سو هلا بنشوف. بيقولوا نرجع ونذكر مشاهدينا ان دائما في كل حلقه في حكاوي طبخ نقدم لكم جوائز قيمه وجوائز حلوه لكم وفداكم اكيد وفدا راسكم. فاللي ما شاف الحلقات اللي طافت يروح يشوفها، وتريونا اكيد في حلقات جديده. عارفه طبختنا شو لليوم؟ طبعا داود باشا. قبل ما نتعرف اكيدنا اباكم لايك شير سبسكرايب كومنت، شيروا هذا الفيديو ووصلوه ل وين؟ مليون في مليون. جيرانكم اللي تحت الارض موجودين ووصلوا هالفيديو لهم. فخلونا نعرف اول شيء قبل لا نبدا طبختنا بالمكونات، نروح ونشوفها. اوكي ميسو، عندنا المكونات موجوده قدامنا. انا اول شيء اللحم المفروم تمام، عشان نسوي منه كور داود باشا. الثوم، وعندنا صوص الطماطم، شويه زيت زيتون، وشويه بصل. تمام، يعني داود باشا بسيطه وحلوه واكله لذيذه في نفس الوقت. نبدأ نسوي كرات اللحم؟ أكيد، يلا خلينا نبلش. القفازات أول شيء 1 2 فور يو. أوكي، اثنين هذيل، وبجيب الصحن اللي بنحط فيه. مطبخي، قمت أنسى الأغراض أنا وين أحطها. شو أحلى أكلة عندك؟ فتة الدجاج. فتة الدجاج، واو. يس. يعني أنت من عشاق الفتة. طبعاً. زين، عندنا اللحم هذا اللي موجود. بلش؟ بلش. طبعاً يلا. ناخذ شوية لحم. تمام. تمام. نعملها نفس الكورة عشان تداود باشا. شوية زيت. أيوة، شوية زيت زيت عشان ما تلزق. والله شاطرة ها؟ يا. برافو. انزين. خلنا نبدأ من البداية. تفضل يلا. عشتي طول عمرك في سوريا ولا كيف؟ عشت لعمري 20 بسوريا، and then رحت على هولندا بسبب السيتويشن الموجود بسوريا يعني. بسبب الحرب. بسبب الحرب، ومن سنتين قررت إني أنتقل على دبي. كيف كانت التجربة إنك تعيشي في هولندا؟ صراحة كانت تجربة حلوة وكان فيها كتير مصاعب، بس بنفس الوقت تعلمت منها كتير وطورتني كتير. من باب الشخصية، من باب إنه أنا كيف اشتغلت على حالي، كيف صار عندي قصص إني أقدر استخدمها لمستقبلي. ورجعت لسوريا بعدين ولا ما رحت؟ لا صراحة أنا لهلأ من 2016 ما زرت سوريا. أهلك تشوفيهم؟ أهلي بتركيا. يعني تجربة الإنسان السوري في هذاك الوقت هي تجربة وايد صعبة. يس. وفعلاً تغير من الشخص وايد. وأحيانا أو مثل ما بيقولوا وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. صراحة هذا اللي صار معي، إنه أكيد كان صعب علي إني أترك بلدي، أترك رفقاتي، أترك الشيء اللي أنا خلقت فيه وتعودت عليه. وكيف دبي معك؟ دبي صراحة بتجنن، وأنا بتمنى لو إني حتى انتقلت عليها يعني لسه أبكر من هلا. خلصنا اللحمة، طبعاً أبي أنوه إن اللحمة هذه فيها بصل وفيها ملح وفلفل أسود وفيها دهن شوية. يس. ناخذ اللحم هذا؟ يلا نعمل نقلل اللحمة. نشغل الغاز. نحط نقطة زيت. برافو والله شطورة ميسو. يا لك كانت مفكر. والله برافو، تعرف ها؟ زين خبريني شو رمضان معك؟ هلا صراحة أكيد أنا بحب بفضل طبخ البيت، بس بما إنه عندي شغل وسوشيال ميديا صار مش على طول بلحق إني أنا أطبخ بالبيت، سو أحياناً هيك وأحياناً هيك. زين، أنتِ الحين من بعد ما طلعتي لسوريا ورحتي أمستردام ورجعتي لدبي تنوعت عليك المطابخ. أكيد. صح؟ طبعاً. بس يبقى المطبخ الماذا الأفضل لقلب ميسو؟ سوري أكيد. سوري. وكم أخ وأخت عندك؟ عندي 4 أخوات صبيان وتنتين بنات. نحن 7. وتنتين بنات. يس. وأنت أكبرهم أصغرهم؟ أنا أكبر شيء. أكبر شيء ما شاء الله ما شاء الله. أنا أكبر. وكلهم في تركيا قلتي؟ لا، عندي أختين بهولندا وباقي إخواتي وأبي وأمي بتركيا. يلا أتوقع الزيت استوى سخن عندك. الموضوع أنت ميسو. خلاص أنا هزبط اللحمة. تمام، وأنا بروح أجيب من الثلاجة السحرية اللي عندي من LG، بجيب منها الطماطم. شوفي الثلاجة؟ يعني مثلا الحين ظلام ها؟ تمام. دقي عليها تشوفي شو موجود داخل. واو حبيت، لازم أجيب وحدة مثلها. يفتحها.
بتعرفوا عشان طبخاتنا وضيوف اليوم عندي وايد طبخات تجيني، ففي نفس الوقت انا احتاج وايد مكونات وعصائر وعزايم حق الناس واهديهم واطلع لهم مثلا الفلفل وارجع احطه مره ثانيه، فكل يوم الثلاجه تزيد تتعبى عندي. الحين اقول خلاص الحين بتبند عليه الثلاجه وبستوي فل، ما بحصل مكان احط فيه غرض طبخه بكره، لا الا اشوف انه بحركه سحريه ولا بشيء سحري قاعد يستوي داخل الثلاجه المكان يتوسع اكثر قد ما حطيت فيها. شوفوا مساحات التخزين صراحه عندي انليمتد ما تخلص لين باكر الصبح ما شاء الله. خلوني اجيب الطماطم واقول حق ماي ال جي ثانك يو، يلا جود نايت. ناخذ الطماطم نحطها هني وبجيب الخلاط بس دقيقه، انا هلا رح اشيل اللحمه واعمل الصوص تبعها. اوكي حط الخلاط. اوكي شوف تمام ممتاز. ناخذ طماطمتنا لازم نقطعها صح، قطر سكينه نقطع الطماطم. ميسو شو الوضع عندك؟ لحمة استويت عم شيلها وراح بلش بالصوص تبع داود باشا. وين السكينة؟ خلوا لي كل اغراضي دخيلكم. اوكي هلا بدي بلش بالصوص، بعملها بنفس المقلاي. مش غلط. يا بس دقيقة خلني افرم لك الطماطم. انا اقطع طماطم واحطهم في الخلاط اخذ مني ساعة، مسميني شيف ما اعرف ليش. يلا بس ريحة اللحم والله طلعت ما شاء الله. قطع الطماطم ان شاء الله صح، يعني ما ادري اول مره اخلط طماطم في حياتي. اللحمه صارت جاهزه سو راح احط هدول هنيك بين ما تخلص البندوره. يلا اوكي عيشي حياتك انتي. هذه ناخذها ونحطها في الخلاط. اوكي تمام نعمل صوص. انا اسف. اوكي سوي هذا نحطها في الخلاط وفي حبتين هني نحطهم في الخلاط. ناخذ المي ونحط المي هني شويه كمان شوي تتحمر. تمام بس تمام. بعدين ناخذ الغطاء ونسكر. انفجر بينفجر بينفجر والله انفجر اقسم بالله. يا طلع منه دخنه وصارت تنزل مي من تحت ما اعرف شو اف شفته. ما علينا. اوكي الامور طيبه، شكرا على مهامك الوظيفيه اللي سويتها لنا اليوم. طيب انا شو اسوي فيك الحين يعني؟ اوكي ما مشكله خلاص نكتفي بالطماطم اللي عندنا هناك يلي صارت هناك. اوكي زين نرجع لطبختنا ونكمل مع بعض الطبخه ولا كان استوى شيء. زين ميسو خبريني على شغلك. اوكي ابي اعرف من ميسو اللي كانت في سوريا اللي الاحداث وايد اثرت عليها تمام. الى ميسو اللي هي اليوم، كيف بدت الشغله وكيف بدت القصه كامله؟ سو مثل ما قلت لك لما طلعت على هولندا كان عمري لسه 20. وليش هولندا بالضبط اخترتي؟ اخترت هولندا لانه اول شيء بعرف كذا حدا من رفقاتي راح لهونيك قبل، ثاني شيء سمعت انه هي اكثر بلد كانت انه اوبن مايند، صراحه كانت صعبه كثير يعني ما بتخيل قديش صعب انه انت تطلع. اول شيء انا ما بعرف اسبح، سو اضطريت اني اطلع بالفيلم مع 40 شخص تقريبا، كنت واصله لنقطه انه خلص يا بدي اغير مستقبلي يا اما ما بدي اعيش بتركيا او ضل بهيدا السيتويشن تبعي. واكيد كان في عقبات على الطريق، بس لما وصلت على هولندا هون لسه بلشت العقبات اللي انا ما كنت متوقعتها. اغلب العالم يلي بسوريا اخذين صوره غلط انه انت بس تروح على اوروبا حيعطوك مساري حيعطوك بيت اي دونت نو، بس لا. والحلو انه انا كمان ما كنت بعرف احكي اي لغه، يعني ما بعرف احكي غير عربي، ما كان عندي شهاده جامعه. سو بالنسبه لي كان في كثير شغلات انا لازم اشتغل عليها، كنت لحالي يعني تخيل بنت عمري 20 سنه لسه ما بعرف انا شو بدي من الحياه، شو لازم اعمل. احيانا اكتئب طبعا لحالي، ما عندي اهل، ما عندي رفقه، كمان اول سنه ضليت بلا رفقه. هلا بعد 7 سنين فيني اقول لك انه هي القصص اللي انا مرقت فيها علمتني كثير شغلات وعملت ميسو تبع اليوم. كل شيء انت مريتي فيه صنع ميسو اللي قاعده نشوفها اليوم. ان شاء الله داود باشا تطلع حلوه معنا. اكيد مسلمها الطبخه ولا يهمك. فحطت البصل شو سويتي؟ حطيت البصل لحتى شوي تحمر، بعدين حطيت صوص البندورة وبعدين بقدونس وتركتهم يغلوا شوي، بعدين سقطت اللحمة لأنه لازم ينطبخوا مع بعض. بدي ملح وبدي فلفل أسود. هذا الملح. ثانك يو. ما بنكتر فلفل. هلا بنحط معجون الطماطم. جبت شوية معجون طماطم أنا. أوكي خلينا نحطه عشان يعطي اللون ويعطي النكهة. تماما. هلا بنخلطهم وخليهم شوي على النار صح؟ حمي النار شوي. يس. اوكي
طبعا انا ما خلصت وياك ترى يعني الحين عنا الخطوه الثانيه اللي هي الرز. اوكي حطيت الرز ينقع في المي شوي فبنجيبه وبنسويه. تعرف داود باشا لازم مع رز ابيض اكيد طبعا. قبل ما نبدا نسوي الرز اوكي عندي لك تحديات. اوكي موافقه. اوكي خلينا نسوي شيء خفيف شيء حلو. أوكي. يعني انا مهتم اني اتعرف على اللغه السوريه اكثر. اوكي وانت اكيد مهتمه تعرفي الرمسه الاماراتيه طبعا. فعندي زميلتي ساشا بتقول لي كلمات بالعربيه الفصحى واحنا بنحاول نقول، انت بتقولي بالسوري وانا بقولها بالاماراتي. موافقه. واسم هذا التحدي تحدي اللهجات. طنجره. طنجره نفسها؟ يا. لا انت قاعد تساعديها، انت قاعد تعطيها الكلمة نفس الشيء. ايه بنقول طنجرة. طنجرة، احنا قدر. جدر. تأمين. تأمين؟ شو تقولوا تأمين؟ تأمين. تأمين اللي هو الانشورنس. انشورنس تأمين. تأمين نفس الشيء؟ يا. أصدمك بالهذا؟ بيمة. بيمة؟ اوكي هيك. بيمة كلمة عربية؟ إماراتية. بيمة. حذاء. شحاطة. صباط. في اثنين، جوتي. جوتي؟ جوتي. شو يعني؟ هذا جوتي ها. اوكي. هذا جوتي. وفي النعال. ملعقه. احنا هني غير. قفشه. قفشه اوكي. احس كلماتنا فيها عنف يعني القلب عنف. جوارب. جوارب. جرابات. احنا زلاخ. زلاخ او ماي جاد. غير حكي على الاخر. نار. ضوء. ضوء. خزانه. كبت. كبت. تخت. تخت نقول له تخت. في كذا شيء يعني فراش نقدر نقول. فراش اوكي. وفي في نفس الوقت الدوشك. بدي اسالك شو يعني سحنه؟ انا كثير بسمعها بس صراحه ما بعرف. كيف تعرفي السحنه؟ بسمعها. هاي حتى في ناس اماراتيين ما يعرفوا يعني سحنه، هاي اكله ترى. اوكي. اكله وايد حلوه، السحنه هو نوع من السمك. اللي يتملح وينحط في الشمس فتره طويله وبعدين ناكله، اكله وايد عندنا شعبيه يعني. والله؟ بس وايد حلوه. اوكي، الأكلة. لازم تاخذني على مطعم اماراتي تجربني اكلات اماراتيه على فكره. بس تم. داود باشا ما تكتمل الا بالرز، جبت شويه رز. نقعتهم بالمي امورهم طيبه نحطيهم هني. وشو معاهم مكونات؟ زيت سمنه ماجي وملح. حلو. كعبات ماجي وملح وثوم. فنروح الحين نجهز الرايس. يلا يلا تمام. خلينا نحط اول شيء سمنه. خليني اشغل لك الغاز والزيت شويه. أوكي. زيت وسمنه. حطي زيت والسمنه. يس. انت ما شاء الله عليك طباخه يعني فبسلمك شايف. موضوع الرز يلا. انا بروح للثلاجه ابيب شيء. يلا خلني اروح على السريع نفتح ثلاجتنا الحلوه. خلني اخذ هذا عشان اخبركم شو هو. وموضوع الحفاظ على جوده الاكل وايد مهم، وهذا بسبب نظام التبريد والتكنولوجيا اللي مستخدمه فيه اللي تسمح للاكل انه يتم 7 ايام بدون ما يخترب بدون ما يستوي فيه اي شيء. فهذا حلو يعني حق الامهات اللي يتابعونا واكلهم يخترب وخضارهم بعد يوم ويومين. عندكم ثلاجه ال جي اختصرت لكم هذا الموضوع. الحين انا شو جبت معاي مرقه اللحمه يعني مسويها من قبل، نحتاجها اكيد عشان نحطها مع الرز وتعطينا النكهه الحلوه من مرقه اللحمه. فخلونا نرجع نشوف ميسو. يلا شو صار معك؟ هلا عم بس قلي رز شوي لين حنحط مرقه اللحمه. حطيت زبده وزيت. حلو. او سمنه. سمنه. وحط ماجي وملح وبعدين مرقه الرز. مرقه اللحمه. يا سلام. اعطيني المرقه. يلا هاي مرقه. خلينا نحط المرقه. كم حط لك. حط كمان مور كمان قوي قلبك. قوي قلبك انا خايف. هلا بنتركه يغلي شوي. حطيت البهارات صح؟ حطيت البهارات كلها مع الملح. حلو نخليه يغلي شوي. تبي تغطيه؟ لا اول شيء بيغلي بس غلى بنغطيه وبنوطي تحته. تعالي نسولف شوي. يلا ميسو. تفضل. شو اخبار ميسو مع العلاقات والعاطفه والبيرسونال لايف وهي الامور؟ الحمد لله منيحه. عندك شريك حياة؟ لا طبعاً عندي. عندك؟ yeah. شو القصة وكيف تعرفت وكيف بديتوا؟ تعرفنا على بعض بأمستردام. بعد سنة ما وصلت على أمستردام كنت بشتغل بمطعم وإجا يأكل هو بهذا المطعم وهنيك شفنا بعض ومن 7 سنين سوا. وهو من أمستردام؟ لا هو سوري كمان. هو سوري بعد؟ yes. إنزين كيف استوى الحديث في المطعم؟ يعني أول نظرة كنت شوي مستغلظة الموضوع. أول شيء هو كان يعني حدا أشقر وعيونه زرق، سو أول شيء ما كنت فكرة أساساً إنه سوري، كان يحكي معي بالإنجليش. عم باخذ منه الطلب بعدين إجا قال لي ممكن مي، فلما حكى عربي أنا شوي إنه حبيت لأنه صار لي زمان مو سمعاني حدا بيحكي عربي. قبل ما يطلع من المحل قال لي إنه ممكن نتعرف على بعض نطلع نشرب قهوه سوا. سو انا كنت صغيره وعفويه سو ام لايك يا واي نوت. هو اكبر منك بكم سنه؟ 3 سنين. 3 سنين يعني مش فرق كبير. لا مش كثير فرق. وهل هو كان يعني سند ليكي في الفتره اللي انت مريتي فيها؟
صراحة هو كان أكبر الداعمين لإلي بكل شيء، فبنصح كل البنات لما تيجوا تنقوا شريك حياة، نقوا حدا داعم لإلكم وشو ما كان وضعكم. يعني أنا هو لما تعرفنا على بعض أنا كان ما عندي شيء، ما كان عندي شيء أبداً، ولأنه حبني وحب شخصيتي سبحان الله ليك نحن وين صرنا اليوم. نشوف الطبخة. الرز حيحترق. أيوه، تبي نغطيه ولا شو؟ هلا بدنا نوطي تحته. لا لأنه احنا سخناه وايد صراحة. يس، حتى يتنشف. على الأخير. يا سلام. زين ميسو. يس. هل شريك حياتك هو بنفس معايير مواصفات رجل أحلامك؟ هلا ليك إذا بتسألني هلا كميسم هلا إيه هو. متقبل فكرة السوشيال ميديا؟ حتى هو اللي دفشني على الموضوع صراحة. قال لك وجه له تحية. ثانك يو. أكيد ويعطيه العافية إنه كان سند ليكي وأكيد أنت دعمتيه وساعدتيه. وكنت أتمنى يكون موجود اليوم عشان نشوف شو مهاراته في الطبخ. أشطر مني. والله؟ بكتير. معقولة؟ كان لازم تجيبوه صراحة. معقولة؟ واو. بدالي يعني. تمام، احنا طبختنا على وشك انها تجهز، بس قبل لا تجهز في تحدي ثاني ترى. اوكي. تفضلي. يلا امريتي. ركن التحديات. هات لنشوف. بجيب لك شيء الحين. ايوه. طبعا اللي يشوفوا حكاوي طبخة يعرفون شو هذا. ويعرفون قصة هذا الشيء. تمام. بغطي عيونك ميسو. تمام. دقيقة بس. اوكي. اوكي. بغطي عيون ميسو. بحط قدامك ثلاث أشياء. أوكي. أوكي. تمام. وكل شيء بلون. أوكي. تمام، بعطيك الألوان، بقول لك اختاري مثلاً اللون هذا، اللون هذا أو اللون هذا. تمام. شيئين مش حلوين وشيء حلو. أوكي. خلني أجهز الأغراض. أوكي، جهزت لك شيئين مش حلوين وشيء حلو. طيب. واسم هذا التحدي لا تختار اللون الخاطئ. عنا اللون البرتقالي. وعندنا اللون الأخضر وعندنا اللون الأصفر، شو تختاري من بينهم؟ أصفر. ليش؟ اختاري لون ثاني. أوكي، كلي واحدة منها بس. لازم آكل؟ أوكي. قولي شو هي؟ كنت عارفاني موز. موز، كنت حاسة فيها ها؟ أوكي، أوكي. ما بدك تطعميني شيء مو طيب. أحاول إني أطعمك. خليني أشوف الثلاجة السحرية شو فيها. أوكي، عندي أشياء حلوة. يلا. عندي هني شيء حلو. ما يكون شيء حد. شيء حلو. عندك أحمر، أصفر، بني. أحمر. أحمر؟ إيه. استغفر الله. صح؟ فلفلة حمرا مو؟ دوقي شوية. شو هاد؟ ما اعرف الطعمه. بندوره ما؟ برافو. برافو. زين. جايب لك اخر واحده باقي عندنا. هات لنشوف. واحد اثنين ثلاثه. أكي. عندك شيء برتقالي وعندك شيء اصفر وعندك شيء بني فاتح وايد فاتح. بني فاتح. اخترت البني الفاتح؟ خليكي خليكي ها. شكله قهوه ما لا 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 مش قهوه خليكي. اخترت البني الفاتح. اوكي. لا انا ليكون يلا افتحي شو لا افتحي طيب اوكي افتحي انت وخذي الكاس في ايدك واشربي على طول ها اوكي يلا. اشربيه كله مره واحده لا لا تشمي لا تشمي ما يستوي تشمي اشربي على طول طيب يلا ريحته بشعه اوكي لا ما في ريحه ما في ريحه هو يلا اشربي على طول يلا على طول اشربي 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 شو هذا اشربي مره ثانيه عشان تعرفي الطعم لا لذيذ هو لذيذ بدون شم شرب اوكي رح اشرب طول بالك يلا شربي 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 شو هاد ما عم بستطعم ما له طعمه طب جربي مره ثالثه بالله شو هاد جربي مره ثالثه انا خايفه اندم بعد ما اشرب لا لا ما تندمي اشربي اشربي عادي اشربي هو لازم تشربي وايد عشان تعرفي طعمه ما في طعمه شو هاد أنا بلشت خاف شو لا 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 عادي شيء بسيط شيء حلو كملي اشربي كمل ليش بدك لين ما توصل للطعم لازم توصل للطعم اوه ماي جاد اسمه تحدي ما تختار اللون الغلط مش تحزر شو هيدي لا بس لازم تحزري انت عشان تعرفي شو هو شو هاد اي دونت نو شكله شيء ابدا مو طيب اوه ماي جاد اه مش منيح قولي والله ما حزرتي شو هو لا والله شو هاد طيب لحظة خليني ابعد بعيد لا شكلك بدك تقتلني بدي اقتلك سوري افتحي شوفي شو هو
جزر؟ عصير جزر؟ بيضة؟ انت ساعة قاعد تشربي بيضانية وجهها استوى احمر. او ماي جاد او ماي جاد. بس على فكرة ما انا سيئة طعمتها ابدا. اوكي حارد لك اياها. مبروك خسرت التحدي، انا فزت. نشوف طبختنا. يلا يلا طبختنا جهزت. زين خلونا نجيب الطبخة الحين. انا ما عم صدق اكلت بيضة. لا الحين بالطعمة بدوت باشا ناخذ الهارد. يلا بروتين. يلا اي بروتين عادي، في ناس تاكل بيض ني. اوكي هذه نجيب الصحون هون. أيوة. خذي افتح. ما شاء الله تعرف مطبخي. لكن افضلتو. برافو برافو. طيب بدك ملعقه نسكب فيها. شكلها كثير طيبه. يلا بسم الله. بسم الله نحط الرز. لا والله الريحه طيبة. بشر بالخير. انا متفائل خير بالطبخه هذه والله. اوكي حطينا الرز. نزين شوي، لازم شوية تزيين. رش رشة بقدونس وأنا بزين الرز الأبيض. هات معلقة بلا ما استخدم إيدي. شوية مكسرات. عين. الله. أنت بحس البقدونس بيعطي طعم للأكلات سو. وهذه طبخاتنا، وخلونا نروح مع بعض الحين إلى فقرة. شو؟ التذوق. يلا. وصلنا إلى الفقرة المحببة إلى قلبي. حنذوق الحين مع بعض. يلا تفضلي الشوكة. بس عطي رأيك بصراحة. ها ما تخجل. كيف الحين ناخذ قطعة لحمة ونحطها مع الرز؟ مع الرز تماما. اوكي ناخذ شوية رز. مالحة شوي بس كتير طيبة. شوية شوية بس أحس ماشي مع الأكلة. هذه طبخة طيبة ما تقول لي. هذه طبخة من إيد ميسو مش من إيدي هالمرة. الصراحة وايد لذيذة. نورتيني ميزو. ميرسي شكرا على فور هافينج مي هير صراحه عن جد ثانك يو. نورتيني وان شاء الله نشوفك باعلى الاماكن. الله يسلمك. سمعنا قصتك، قصتك كثير حلوه. شو شكرا ايضا لكم انتم حبايبنا اللي تابعنا اكيد حلقه اليوم في حكاوي طبخه. لا تنسوا ان في كل الحلقات عندنا جيف اويز وجوائز وايد حلوه. اللي ما شاف الحلقات اللي من قبل اللي راح يشوفها، واللي ما شاف الحلقات الجايه تنزل ان شاء الله حلقات جايه معانا. بعدنا مكملين في حكاوي طبخه. وارجع واقول لكم سووا اشتراك للقناه واعملوا لايك ووصلوا هذا الفيديو لأصدقائكم، وخبرونا بعد في التعليقات أنتم من وين وأي بلد عايشين فيها. ووصلوا هالفيديو بعد لأصحابكم عشان توصل لملايين المشاهدات يا جماعة. شكرا لكم على المتابعة ونشوفكم في الحلقة الجاية. Love you all. Bye. نحبكم. Love you all.